السلام عليكم باريغا افريكا مكاكو ايدونا قارد افريكا انتي ذكالي ملايين سنة كهر لولكا اما قاردها سيدا ايمان تيهين ما اينا هين لولكا انت انجيجن وحوقها هل قاردو اسكودجن كدبنا هل كاس قارد وحي اوكالا قيب سنتي لابا قاردو دو وين مدلوغو مقعابو اوراسيا يا مدلوغو مقعابو جندوانا اما جندوانا افريكا امريكا دا كونفوريت استراليا قارد وكا هنديا جزيرة عربتا وحي اهايان هل قارد اسكو دقن لقونا مقعابو جندوانا كلا فوقانشها قاردها ايو اسكو اماد كودا وامد كو سعوتو سي آنان لدريمينين واي سعوتا لكن لما دريم ايو ان اي قاردو كلا فوقادين كلا قوين وحا كتو سنكرا حدودا مانتا قاردها قاردها او دحيو بل فيري كونفورت جزيرة عربتا إيو مدحا كورا إي جيسك أفريكا هداد سفي عن أفيريسا حدود كدين عبادة إيه جيسك أفريكا إيو كونفورت جزيرة عربتا وحد أركيسا إن أيهين لول لا إسكو حيري كارو سيدي وحلا كالفوري أو كالي سيدو كالي منطقة خليج كداد فيريسا قعان كهرمز إي عمان وحاكو آدن قد لنع إيرانا أو إيه سيدي وحلا إسكو حيري كارو سيدو كالي أو لإسجلين كارو سيدو كلا فيري كونفورت امريكا يا قارد افريكا باريغا افريكا مكاقو ايدونا قارد انت ذكالي سؤاشاس جواب تيدواها لكن واقورما ان باريغا افريكا او كاقو ايدونا قارد افريكا انت ذكالي وارن حقيقة لكن واقورما انت آنن وحكال آذن ان كهذلن وحلقو مقعابو Great Rift Valley الوادي المتصدع الكبير واذيغا وين واذيغان وحو كسو بلوضا كونفورتا تركيغا وحو صو مرا ودنك سوريا لبنان بدعس ماب كان هورتي نيالو سيدا كموقاتو وحو صو احمرا اتوبيا كينيا الى زيمبابوي كونفور باري افريكا واتوغ وين اما قول هوس اقضان او تحن كمانان كيلومتر لح كن او كيلومتر ايو تحنيهي واذيغان Rift Valley waxaa lagu tilmaami karaa dhul jilicsan oo waqti kasta isu bedeli karo waadi hoos u qodan taasoo ka dhigan in Afrika laba u kala qaybsami doonto ama bariga Afrika noqon doono jasiirad ka go'an qaarada inteeda kale sida Madagaskar oo kale hadalhaynta kala qaybsanka qaarada Afrika waxa sii xoojiyay waa markii bilo aanan badnayn koor bilo aanan fogeyn koor la arkay دل دلاع قولكا كونفور قلبيت كينيا ودادا اسكو حرتو نيروبي ايو نارو A combination of heavy rain and seismic activity has resulted in a huge tear in Kenya's Rift Valley. The rift tore apart the busy Mai Mahiu Narok Road and split farms and houses apart. Seismic activity caused the African tectonic plate and the Somali plate, both part of the East African rift system, to tear apart, leaving behind a 50-foot wide gap. Dilaan wuxuu sii xoojiyay xaqiiqada in bariga Afrika ka go'i doono qaarada inteeda kale. Arrimo la xiriira dhaqdhaqaaqa ka jira gudaha hoose ee waadiga Afrika ee weyn ayaa waxa ka dhaca gudihiisa waadiga gudihiisa hoose waa dhinac dhulka hoose dhul gariir joogta laakiin aan la dareemaynin dhul gariiradu noocyo kala duwan ayay leeyihiin waxaa dhaco malaayiin dhul gariir laakiin bani aadamku uusan dareemi karin in bariga afrika ka go'o qaaradda afrika inteeda kale dabcan ma ahan mid aan annaga xaadiri doono ama waqtigeeda aan joogi doono sida la qiyaasayo waa malaayiin sano kadib allahu aclam in la gaari xilligaas dhulka inuu jiri kale